كاين شي مرات اللي ما كتوقفش، كتكون بلاصه ديالها فين خاصها توقف وما كتوقفش. ما يمكنش الانسان يجي يبقى يستنى الحافله مثلا ساعه على الله ديال المكانه وملي تجي عامره ما توقفش في حالاتها. كتجي تسودعات تبعات تسودعات وتسنى بزاف عاد مكنيك تجي لوحده اخرى واللي ما عندوش حاله ما يقدرش يركب طوموبيل. بقيت كنستنى من 9 نجم. جيت كراويا كيجيو ناس عامين شويه الا خرجت الساعه جوج الساعات عا كيجيو. كنغامروا براسنا كنركبوا مع ديك خطابه البلايص ترافبور يعني عيط شلق. شنو كنقولوا حنايا؟ كنقولوا اللهم نوصلوا عند وليداتنا ولا نبقاو معاهم مودرين. السلام عليكم، يوسف البشير جمعية الضحى الوفاء. بالنسبة للحافلات ديال النقل الحضري يعني كنشوفوا يعني باقي الشركة كيخصها تشوف تزيتي شوية في الطوبيسات، لأن كاين وبالخصوص يعني الموسم الدراسي كيتواجد واحد النقص يعني حاد في الحافلات. وبالنسبة للتوقيت أنا ما يمكنش الإنسان يجي يبقى يستنى الحافلة مثلا ساعة على الله ديال المكانة وملي تجي عامرة ما توقفش في حالاتها عاود يستنى الانسان حتى تجي عاود طوبي سفر. لان يعني كاين الانسان اللي عنده التزامات ديالو ديال العمل، وكاين بالنسبه بالخصوص بالنسبه للطلبه بيدهم يعني كيعانيو واحد المشكل يعني كبير. باش نقول لك الحاله الميكانيكيه زعما كاينين يعني شي حاجه اللي في المستوى، كاين شي حاجه يعني اللي ناقصه شويه فهمتي. عندنا كيخصو معاه يشوف هذه المشكله هذا ديال الحاله الميكانيكيه تكون واحد المراقبه فهمتي، عندنا باش ما يوقعش المشاكل. يعني الانسان كيخصها تكون المهم ديما تكون واحد الحاله استباقيه وصافي قبل ما يوقع المشكل ديال الاكسيدون ولا هذه تكون حاله استباقيه. دابا ما كرهتش انا تزيد ترامبيض متشراقه عندها وحده هاد اليومين هادي، ماشي زعما كانت شكا ولا شي حاجه، هاد اليومين هادي وما قبل كانوا ماشي كانوا بزاف. دابا هاد اليومين هادي مشيت ركبت وانا دابا اليوم غنمشي عاود نشراقه ان شاء الله. بقيت كنستنى من 9 نجوج، هادي اللي عندي فيها الاشكال. ترامبيات شراق صافي بوحديتها. كاينه غير وحده. كاينه ما عرفتش شحال كاينه، ولكن ديك التسعطيله من 9 حتى لجوج قاصحه. اولا 10 ما بقيتش ثابت بين 9 وال 10. تنجوج قاصح اخر، هادشي اللي كاين يزيدوا شي جويجات اخرين راه خدامه. دابا حنا نهضروا على واحد الهضره، الشا كاينه في الشوخه نطلعوا مدا حسين، وملي يكون هذيك الرخ قال لك لا غنبقاو نغوتوا، اما اللي طلع الخوا اسكت ما عجبتك شي ما طلعش، كاينه ولا ما كايناش؟ بالنسبه لرقم 8 ترومبيا رقم 8 حين تدوز من حدا الدار فهمتي دائما هو في نفس الوقت، غير بعض المرات تيكون شويه رطب تتكون في نفس الوقت تتكون خاوية حين تدوز من حدا الدار، وفاش تنكون راجع من هنا من القصية تتكون عامرة شوية. كاين شي مرات اللي ما كتوقفش، كتكون بلاصة ديالها فين خاصها توقف وما كتوقفش، غالبا في الويكاند وفي الصيف يا كاع. يعني الترامبيات ربما قلالي خاص يزيدوا فيهم خاطرهم. ضروري خاص مزيان، ضروري فاش ما كتلقاش كتلقى الزحام ولا ما كتوقفش الترامبية، ما عندك ما دير ضروري خاصك تمشي فيه، ما كنتش ساري. أنا زاير لطنجة وكنقيم بها مره ولكن ما عنديش السياره، كنبغي نتنقل داخل طنجه ونسير شويه، ولكن كتوقف حنا كنقولوا الحافله ولا ترومبيا او الطوبيس كتسنى نص ساعه، وكاين اللي معذور مرجلو كاين اللي ما كيقدرش يوقف، وكاين بعض المرات كيجيو متابعين مثلا عندك مثلا 9A كتجي 9A تبعات 9A وتسنى بزاف عاد يمكنك تجي لوحده اخرى. وبالخصوص مع العشية كيكون ازدحام وكيكون بزاف ديال اسمه واللي ما عندوش صحاره ما يقدرش يركب طوموبيل. كاين الطوبيس اللي فشات عليك غير جوج دقائق ولا ساعه كتبغي تجي توقع، اللي كيكونوا موجودين كنتسناو، ملي كيكونوا شي زعما بحال اللي خارجين كراويا كيجيو ناس عامين شويه الا خرجت الساعه جوج الساعات عا كيجيو. انا بقيت حنا خدامين وتجي الساعه وتفوتك مشات النهار دخل ما ديالي، ومرحبا نكونوا خدامين في الشركات مرحبا. حنا كما كتوقع لنا المشكل هذا يدنا كنجو ترامبيا 20 ديال 20 كتكون موجود، يعني 30 ديال الطوبيس كنجو من البنك الشعبي هنايا هذا كتجي 4 و5 و6 و7 ما كتركبش، يعني تجي في المغرب خصك تسنى حتى 12 د الليل. فين هذيك نقط؟ يعني الخط بوخالف طنجة بلي. يعني دي كتوقع لي كنجو تماك مع المغرب
كتجي الاولى والثانيه والثالثه من جهه فين كتوقع بها يعني كتوقع بوخالات بوخال علاش من موطا كتسناها باش ما تسقطش البنك الشعبي البنك الشعبي كنجد يعني كنغمروا راسنا كنغمروا براسنا كنركبوا مع ديك خط افر بلايص ترافبورت يعني عيط شلاق شنو كنقولوا حنايا كنقولوا اللهم نوصلون عند وليداتنا ولا نبقاو معاون مودرين عاونيتي ليا بقيتي طنجة ديالي كنوصلوا طنجة البالية هذا الشيء اللي كنهضر انا على راسي ملي كنوصل طنجة البالية كنجبر حنا الترامبيه ديالنا تسالات ثلاث ساعات خصك تكون معايا من طلع المشكل ديالنا كيشارجوا فوق الجهه كيشارجوا فوق الجهه يعني 120 130 يعني النفس ديالك ما كتجبرش شي فيك تربطو فوق الطوبيس بحال هكا داكشي كيجي كيقدر ياثر على الحاله الميكانيكيه انا بيدي كيقدر ياثر علينا ومزز منك يعني مزز مني غطلع ياسني عتقم سيد انتينا وحنا بعادين يعني انا كنسكن بعيد باش يعني الطرامبيه كتستعمل انا كنتسنى اي 15 اي 5 كنتسنى 20 كنمشي لطنجة البالية اي 5 معاو كنشبر الا جبرت فاتت هاد المدة بالصخرة ديالك اي 5 اي 5 ساعات طلعت عليك بقيتي جوج ساعات شيتي وما ربنا تجبر الساعة ديالها تسالات مشات خصك تحاول كيفاش بالصخرة ديالك المسائل ديالك زعما حنايا في 15 عندنا جوج حنايا الا جات كازات جوج ساعات حنا ما كرهناش نعملو ثلاثة يعني نمشيو مرتاحين حنا كازات الواحدة عنده واحد 35 دقيقة تكون هي خرجات حنا إلا كازت هذاك صافي مشي على جوج ساعات ما كانت ما كاينش اللي ديالك التواكسية عاوتاني كيعملو كيرومو بحار تيدي قنقوت كيمشيو كيخلو السكتور ديالو كيمشيو قدو السكتور ياخد يعني الصيب نقدو حاجة ديالنا حنا خلينا تا يكون واحد واحد الساعة اللي كيكونو مرخوطة يعني الشتا ما كاينين دا اجي البارادا ديالو حقينا ما كاينش الصيف كيهربوا على السكتور ديالك السكتور ديالك ما كيبقاوش حنا كنبقاو معذبين وهذا ما هو. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.